الرجل المقاوم هو من يعرف معنى المقاومة، والفقيد السي محمد بن سعيد في آخر تعريف، واسمحوا لي أن أقول آخر تعريف له لمعنى المقاومة، وهو يقف على آخر المسارات الصعبة التي تمر منها شعوب في منطقتنا، أعلن عقب التطبيع المغربي مع إسرائيل ومع حكومة العثماني، وقال: المقاومة التي تقودها الفصائل الفلسطينية الموحدة هي الصخرة التي ستتكسر عليها قوارب التطبيع. فالرجل أحد صناع تاريخ هذا المغرب، وفي أشد فترات حدة وصراع تعرفت عليه المقاومة في الحقيقة، ويتشهد أنه لا يختزلها فقط في تحرك وتنقل أو حمل سلاح، بل المقاومة لديه هي ثقافة وبرنامج نضال متكامل الحلقات من أجل القضايا العادلة: مقاومة الاستعمار، تأسيس خلايا المقاومة في كثير من مناطق المغرب، المقاومة من أجل تحرير الأرض والإنسان، بل وتمسك بالمقاومة حتى بعد الاستقلال لينهي مع رفاقه وجود الاستعمار في أي مكان. وأنتم تعلمون أنه أدى الثمن من حياته، حيث اعتقل من حريته، حيث اعتقل عدة مرات، وربما كان الثمن سيؤدي بحياته بعد أن حكم عليه بالإعدام، ثم أدى الثمن في غربته لسنوات وربما لما يقرب من عقدين من الزمان إلى بداية التسعينات أو الثمانينات. لقد انتقل الرجل في تجربة الصراع من أجل الحرية، فقاوم الاستعمار وبنى خلايا المقاومة في الجنوب وفي الشمال، حيث رمم صفوفها عبر مع رفاقه أمثال الغادي العراقي صفي الدين بن علات سي محمد البصري وسعد الرحمن اليوسفي وغيرهم، وخلق من تجربة المقاومة المسلحة تجربة المقاومة أخرى، وهي تجربة المقاومة السياسية، حيث انطلق الفقيد في مسار النضال السياسي المعقد بالنضال مع قوى وطنية أخرى، حاملا شعارات ترم برامج سياسية كبرى لفترة ما بعد الاستقلال، داعيا للتحرر من الاستعمار الجديد ومن هيمنة المحظوظين ومن القضاء على نهب المال العام ومن محاربة الفساد ومن أجل الديمقراطية والحرية. الفقيد حمل هذه الرسالات، فأصبح في اعتقادي وجسد في اعتقادي مدرسة رائدة ومتميزة من القيم السياسية والفكرية الثاقبة، تشبعت وتشبع معها من تجارب رفاق لهم، وهم من اختاروا الانسجام مع المبادئ والقناعات وبناء القواعد العمل السياسي على مرجعيته المعهودة المؤمنة بالعمل الوحدوي لتقوية اليسار، فكان الأساس والمنطلق وإطار منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وصولا لرحاب أوسع ضمن الكتلة الديمقراطية ثم اليسار الاشتراكي ثم في دائرة اليسار الديمقراطي. الرجل كان في اعتقادي كائنا يتكلم بصدق وبشجاعة، كما تشهد بذلك تدخلته بالبرلمان والمؤسسة التشريعية. الرجل كان صاحب قامة لا تنحني ولا تركع، ولا يعرف تقبيل الأيدي اليمنى لها أو اليسرى، فالكرامة عنده هي كل شيء، وهي معاني مختلفة تنطلق من معاني الأخلاق واللياقة واللباقة والوداعة
والعفة، وهي التي لم تجعله يجري وراء الكراسي والمناصب ولا الامتيازات ولا المقاعد هنا وهناك. ولفهم هذا المسار علينا أن نرجع لما شهدت به مؤلفات هكذا تكلم محمد بن سعيد وصفحات من محمة جيش التحرير. الرجل كان يرمز لما ترمز إليه قيادات الشعوب المتحررة، كان يرى بأن العالم يقف أمام غول وتوحش الرأسمال، وفي طلعته الولايات المتحدة الأمريكية وتغول المؤسسات المالية الدولية التي تنهب خيرات الشعوب وتقف ضد تقدمها. وهكذا ظل صوت الرجل مدويا أينما حل وارتحل، دفاعا عن اختيارات سياسية شعبية غير انتقائية مناهضة لمعالم كبرى وفضائح عرفها وخبرها، مثل فضائح تزوير الانتخابات وتقسيم وعدم تقسيم السلطة، وفضائح عدم وضع المغرب في سكة الاختيارات الديمقراطية. وأخيرا وقف مناهضا للتطبيع حينما قال: حينما قال وهو يرى وصول الأحزاب المغشوشة على مقاس المخزن، وقال: اكتملت ثورة الانهيار بسرعة وسوريالية عندما لجأت أحزاب الإدارة التي أسسها المخزن لتمييع الحياة السياسية إلى تأدية دور المعارضة دون رؤية ولا قناعة، بل من منطق الولاءات والإملاءات. غادرنا الرجل الضمير والأخلاق السياسية النزيهة النقية، غادرنا في زمن الرداءة والعبث السياسي. شكرا لكم. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.